بنرجع لمسارات بنرجع لمحافظات اخرى بقى، محافظه الجيزه وبرضه هي اخرى بتحاول انها تاخد خطوات من اجل تحسين الحياه والمرور وحياه سكانها. النهارده افتتحت الدكتوره ليلى اسكندر وزيره التطوير الحضاري والعشوائيات هي ومحافظ الجيزه سوق العمرانيه بعد تطويره. كنا هناك ونقلنا هذه الصوره، نشاهد. قام الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة والدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات صباح اليوم بزيارة ميدانية إلى سوق عثمان محرم بمنطقة الكنيسة بالجيزة في إطار التنسيق للبدء في تطوير السوق. التطوير سيشمل إنشاء سوق جديد ينفع الباعة الجائلين وينفع المنطقة، وفي نفس الوقت يخلي الشوارع للمرور والاستخدام المواطنين وسائق السيارات من الاشغالات والعشوائيات اللي فيه. تطوير السوق ده الصندوق اوريدي عمل خصص استشاري علشان يرسم السوق، واحنا اللي هنمول مع سياده المحافظ، بس هو اللي هينفذ بناء على مطلب اهل المنطقه بتحويل السوق الارض ملك الدوله اللي موجوده. كانت عمليات ميه من سنه 2000 قبل 2003 لسويقه حضريه عشان تلم الباعه الجائلين الموجودين في المنطقه، وبالتالي احنا نفتح الشوارع لحركه المرور. أنا جاي لك. هيرموا البائعين دي في حته هناك فاضيه مفيش حد هيروح لنا، في مكان تاني ومتظبط وكويس وماشي، ما كده كده هنا زي هنا، تبقى شوف لنا مكان قبل ما نتشال من هنا. انت لو عايز تطور وعايز تعمل حاجه وتنفع ان انت تشيل الناس دي من العشوائيات، انت ممكن فعلا تعمل السوق دوت 5 باكيات، باكيه خاصه باللحوم وباكيه خاصه بالدواجن وباكيه خاصه بالاسماك وباكيه خاصه بالفاكهه وباكيه خاصه بالخضار. بس يا ورا تحيط خاصرتها بالألغام وتنفجر، لا هو موت ولا هو انتحار، إنه أسلوب غزة في إعلان جدارتها بالحياة. هكذا شخصها الشاعر، فكيف تختلف رؤية الشاعر عن رؤية السياسي؟ ليت الساسة يقرؤون الشعر. محمود درويش الشاعر الذي نقل قضية فلسطين لتصبح من قضية الفلسطينيين إلى قضية الإنسان في كل زمان ومكان، الذي استطاع أن يكون الشاعر العربي الكوني الذي يعبر عن قضايا الإنسان، الشاعر الذي ترك أثرا أبعد من أثر الفراشة لا تزال تداعياته حتى هذه اللحظة في الشعر والسياسة والوجدان. محمود درويش، تمر ذكرى السادسة اليوم، نحتفي بشاعر المقاومة، نحتفي بالشاعر الذي ترك أثره في وجدان الجميع وأعجب به أعداؤه وتمنوا لو أن له قلمه حتى يدافع عن قضية رأوا أنه كان محاميها الأبرز. شاهد. كان شاهدا على أحداث ونكبات وتغيرات لتحل علينا الذكرى السادسة لوفاته اليوم. إنه الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش. تنسى كمصرع طائر، ككنيسة مهجورة تنسى، كحب عابر وكوردة في الريح. ولد درويش بقرية البروة بالجليل عام 1941 لأسرة كانت تمتلك أراضي زراعية، إلا أنها هاجرت للبنان عام 1947 ثم عادت بشكل متخف بعدها بعام لتفاجأ بتحويل القرية إلى قرية إسرائيلية سميت حيحود. لا يريدونني بينهم يا أبي، يعتدون علي ويرمونني بالحصى والكلام، يريدونني أن أموت لكي يمدحوني. ظهرت موهبته الشعرية وهو بالمرحلة الثانوية، وعمل بكتابة الشعر والمقالات في صحف الحزب الشيوعي الإسرائيلي، واعتقلته سلطات الاحتلال أكثر من مرة في الفترة بين عامي 61 و72، ليسافر بعدها إلى الاتحاد السوفيتي للدراسة، ومنها إلى القاهرة كلاجئ، حيث عمل بمؤسسات النشر التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. أسفرت حياته عن العديد من الدواوين التي نال عنها أكثر من تكريم محلي ودولي، وأثرى بها حركة الشعر العربي الحديث كما يرى النقاد. كنت أعلم
أنه لن يفتح النعش المغطى بالبنفسجي كي يودعنا ويشكرنا ويهمس بالحقيقة. قضى درويش معظم حياته متنقلا بين القاهرة وتونس وبيروت، ولم تقتصر أعماله على كونها تحتل مكانة هامة لدى القراء المهتمين بالقضية الفلسطينية، وإنما امتدت لتغنى على ألسنة المطربين العرب. التي تمتص لوني في جواز السفر، وكان جرحي عندهم معرضا. الكل يدعي أنه يجاهد من أجل أعلائها، الكل يرى أنها هي الغاية التي عليه أن يصل إليها حتى لو أراق الدماء في سبيل ذلك، رغم أن صلى الله عليه وسلم رأى أن هدم الكعبة أهون من دم امرؤ مسلم. الخلافة الإسلامية هل هي فريضة أم وهم؟ هل يوجد ما يمكن أن نسميه نظام حكم في الإسلام؟ سؤال أطرحه على ضيوفي ونحاول أن نصل إلى مقربة ما في إجابته بعد هذه الوقفة القصيرة، انتظرونا.